أهلا بيكم في قناة رنود، معاكم برندا. هنتكلم النهاردة عن ذهب الصحراء. قليل جدا من منتجات التجميل واضحة في استخداماتها، زي جوز الهند، زيت الزيتون، زيت الأرجان. الحاجات دي بنستخدمها لهدف معين في البشرة، لكن في هناك زيت تاني بيستحق التباهي، يعني لازم نتباهى بيه. التباهي المتواضع هو زيت الجوجبا اويل. لكن في اطباء من الجلدية كتير قوي بيعتقدوا انه يستحق مكانة في خزانة الادوية، يعني لازم يكون عندنا. ايه هو الجوجبا؟ الجوجبا هو نبات صحراوي في امريكا الشمالية، بيزوره بتجاب، بتضغط على البارد بيطلع لنا الزيت ده، بيكون لونه مصفر او ذهبي او شوية فاتح عن الذهبي. دي طريقة سليمة ومفيدة بتحافظ على القيمة الغنية للزيت. بالزيت ده في حاجات كتيرة جدا مفيدة. اللي يميز الزيت ده عن غيره انه بس هو مش زيت، ما يعتبرش زيته بس، لكن هو يعتبر استر شمعي. بمعنى ايه استر شمعي؟ بمعنى انه بيعمل ختم واقي فوق الجلد لمنع فقدان الرطوبة. طبعا لانه الزيت ده ما بيشبهش لحد كبير زيوت البشرة الطبيعية، لقوامه بيكون خفيف جدا. هعمل هنا حاجة، الاول احط مكياج في ايديا زي مكياج العينين، على بال ما احط المكياج ده هقول لكم. دي تجربة بسيطة. الزيت ده لأنه بيشبه لحد كبير زيوت البشرة الطبيعية وقوامه خفيف جدا، فبالتالي هو لطيف على البشرة، ما بيسدش المسام، ما بيسدش المسام، وكويس للناس اللي مسام جلدهم واسع لأنه إيه؟ ما بيرهقش البشرة، مناسب لجميع أنواع البشرة الحساسة والمختلطة والدهنية والعادية، وكمان بكافح الرؤوس السوداء. أنا عملت التجربة دي دلوقتي، على بال ما خلص كلام تكون هي نشفت. فيه إيه؟ فيه فيتامين إي وبي وسي، اللي يخليه يساعد على إصلاح الأنسجة الجلدية وخلايا الجلد التالفة، وفي أحماض أوميجا 6 الدهنية والزنك والنحاس اللي بيساعدوا على الحفاظ وكثافة الشعر كمان. وعلشان هو خفيف جدا فهو منظف للبشرة، بشيل مكياج الوش وخصوصا كمان مكياج العيون، لأنه مكياج العيون بيكون تقيل جدا عن مكياج الوش. يعني ممكن نستغنى عن منتجات إزالة المكياج بتاعة التجميل ونستخدم الزيت ده. في دكتور اسمه دكتور زين حسن، هو دكتوراه في الطب، بيقول ايه؟ بيقول انه الزيت ده بيحتوي على تركيبة جزيئية مماثلة لتركيبة اللي يبنيها الجلد، بتساعد على عمل الموازنة بين الزيوت الجسم الطبيعية والترطيب الطبيعي للجسم. ازاي بيوازن؟ يعني ما بيعملش افراط في زيوت البشرة، بيعمل موازنة، ما بيخليش البشرة تنتج الزيوت اللي زيادة عن حاجتها الطبيعية عشان الدنيا ما تجليطش معانا، المسامات ما تسدش معانا. بالنسبة للبشرة، مكافح لعلامات تقدم السن، خفيف جدا على البشرة، مش محتاج اي زيوت تاني عشان يتخفف فيها، بالعكس هو عامل مساعد، هو العامل الاساسي المساعد في كل حاجة. ممكن نحطه على اي زيوت تانية عشان يديها القيمة الغذائية بتاعتها الاكتر. كويس جدا للشفايف، للوش، للعينين، لكعب الرجل، للجسم كله، بيطرق الجسم وبيحفظ المية والرطوبة جوه الجسم، ما بيطلعهاش بره، ما بينشفش البشرة. كويس جدا للصدفية والأكزيما، دي فوائده بالنسبة للبشرة. بالنسبة للشعر، لو جبنا الزيت ده ودهناه في الشعر احنا لوحدنا هنعرف بالنظر بس، هنشوف انه الشعر مش مدهنن عكس الزيوت التانية خالص. اي زيت، اي نوع تاني زيت، لو دهنا على شعرنا او كريم تقيل شوية، لو دهنا على شعرنا هنحس انه الشعر كده مدهون،
شعري مبلول زيت، لا النوع ده بيكون خفيف جدا على الشعر، لانه بيعمل ايه زي ما قلنا، بيعمل موازنة بين الدهون اللي في الجسم اللي بيفرزها وبين الزيت ده، بيخلي الشعر فيه نعومة حلوة وفيه اللمعان الطبيعي اللي لما تشوفوه تقولوا الشعر ده صحي، يعني مش مدهون، لا الشعر ده لمعته صحية. زي ما قلت برضو عكس الزيوت التانية، لما ندهن نحس انه الدنيا مغليطة معانا، الدنيا ملزقة معانا، لا ده ما بيعملش اي تلزيق خالص. هتكلم تاني بالنسبة للشعر، انا سمعت عن الزيت ده كتير اوي، فقلت لما اجيبه اجربه، وعملت منه خلطات كريمات وخلطات تانية، طلع فعلا فعلا حلو. اديته البنت تستعمله، هي شعرها شوية كيرلي، فاستعملته، وبعد ما استعملته لقيت الزيت اختفى تماما، فبسألها الزيت فين، شاليته خبيته عندها عشان ما يخلصش، الازازة صغيرة حوالي 118 ملي. الزيت لما استعملته ادى شعرها كده زي فلافي كيرلي حلو، وفي نفس الوقت مش مدهن مش مزيت، هي ممكن تدهن منه حاجة بسيطة او نقطتين ثلاثة في شعرها كله بعد الحمام، او ممكن تخلطه بزيت الزيتون او زيت جوز هند او اي نوع تاني زيت يكون مفيد للشعر، تعمل بيه حمامات كريم للشعر، ممكن تخلطه مع اي نوع تاني من انواع الزيوت زي زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت الخروع، بتخلطه معاهم وتحطه في فروة راسها، وبعدين على الاطراف بتطلع بتنزل منه على الاطراف، وتقوم لفاه وقافلاه بالبلاستيك حوالي ساعة ساعتين وتغسله، بيطلع شعر جميل جدا، علشان هو مرطب ممتاز للشعر، ما فيهوش الدهننة ومش تقيل، خفيف جدا. ملحوظة، لما نجي نشتري الزيت ده لازم يكون 100% بيور، ولازم نقرأ المكونات بتاعته نشوفه انه مخلوط على البارد، ولازم ما يكونش مضاف لي اي حاجة من اي نوع من انواع الزيوت التانية، والافضل انه كمان يكون عضوي، كده احنا بنكون ضمننا زيت داخل علينا بيكون صحي، ما فيهوش اي مركبات تانية اللي هي بتأذي الزيت اصلا، يعني لازم يكون الزيت بيور عشان المركبات التانية ما تأذيش الزيت نفسه. استعملوه كتير جدا في منتجات التجميل، يعني انا الزيت ده بستعمله ازاي، زي ما انا قلت مثلا اجيب اي مرطب عندي، اي مرطب عندي بحط مثلا منه حوالي شوية نقطتين ثلاثة، لانه ده طبيعي 100%، فمش محتاج كتير، يعني هو كم نقطة منه هيكفي جدا، وهخلطه وادهنه على البشرة. او في طريقة وانا بعمل الكريمات برضو بضيفه على الخلطات بتاعتي بيكون كويس. او اجيب شامبو او حتى بلسم واحط منه حوالي معلقة كبيرة في الشامبو او البلسم بتاعي، ما تتخيلوش قد ايه هو مفيد. واقفل العلبة وارجها كويس واستعمله مع كل غسيل للشعر، يعني شامبو او بلسم كويس لإزالة المكياج زي ما انا قلت لكم التجربة دي، نقطتين وامسح. هو غير انه مزيل للمكياج هو كمان منظف، ممكن احطه كده دايركت على ايدي وادعك ايدي كويس واقوم ايه هو شال بكل سهولة. يعني نيجي بقى عند التحذيرات، الزيت ده غير صالح للأكل تماما، ما ينفعش نحطه في أي خلطة من خلطات الأكل، ما ينفعش نحطه نحمر بيه، نحط منه معلقة على أي أكل بتاعنا، ما ينفعش خالص، الزيت ده للدهن وبس،
ممتاز جدا للجسم للبشرة للشعر لكل حاجة ما عدا انه يخش في بقنا ونبلعه، لانه بيعمل مشاكل في القلب، ده غلط. لكن هو آمن جدا في البشرة في الشعر في المسامات، كل حاجة آمنة جدا ما عدا الأكل. ودي كانت حلقتي النهاردة من زيت الجوجبا، أهلا بيكم في قناتي.